يسارعون إلى تجهيز المستشفيات ببعض الفصائل من البلازما، منهم السيد حمدان صاحب المذخر وعلي سلمان. يمكن أنت عندك معلومة عن هؤلاء الشخصين، ممكن صح. تحدثنا عنهم؟ هذه أمانة. اي يعني هذول الشخصين امانه، يعني امانه نوصلها مثل ما قلت لك للجمهور، هذول ما عايفيني وياي 24 ساعه، وهم اللي يعني هم صاحب مدخل هذا الولد حمدان، نعم يعني يتبرع بكل شيء من المدخل مالته الخاص، شيء يريدون الموجودين يجيب لهم، نعم يعني من ذاته، يعني علاج اي شيء، يعني حتى خارج مو العلاج، مرات يحتاجون يعني شغلات يعني بسيطه، ها هو اللي يتكفل بيها من يعني من جيبه الخاص، نعم يعني من جيبه الخاص هو يدفعها للمرضى ولكلهم الولد يعني. نعم ايه. ايضا كابتن، يعني بعد تعرض الكابتن احمد راضي الى اصابه بفيروس كورونا اللعين، كانت هناك حالات ملامسه من قبل بعض الزملاء مثل الكابتن يونس محمود وكذلك الكابتن طه عبد حلاته رئيس نادي التاجي وايضا الكابتن شرار حيدر، يعني وبالتالي الحمد لله والشكر اخبار اللي صادق. يوم امس واليوم جاءت انه سالبه المسحات بعد التلامس مع هؤلاء الكابتن مع الكابتن احمد راضي. يعني هذه ايضا فد الحمد لله وشكر لطف بهم ان شاء الله، وبشرى لكل الرياضيين بانهم طبعا بسلامتهم. نتمنى لهم الصحه والسلامه من خلال قناتكم، نوجهها لهم والكباتن ان شاء الله، نتمنى لهم الشفاء العاجل. وبس اقول لهم يعني انا رساله لازم اوصلها لهم، انه اهم شيء خلي يشيلون القلق من يمهم، نعم يعني وان شاء الله يقومون بالسلامه. نعم طبعا المفروض ينضم معنا الآن أحد الناجين وإن شاء الله إن شاء واللي الله. دوم ناجين، إن شاء الله. المفروض يكون معنا الكابتن طه والكابتن شرار، ما أعرف الزميل المعد إذا كان محضرنا اتصال. نعم الآن دي أمن الاتصال مع الكابتن طه عبد حلاته اللي يحدثنا عن موضوعة المسحة هذا اليوم، وبالتالي أكون نصيحة ممكن أن نقدمها لكل السادة المشاهدين، يمكن توافقني الرأي بها يا مصطفى، أنه كل شخص تبين عليه الأعراض، أما يحجر نفسه في المنزل أو يسارع لأقرب مؤسسة صحية لغرض إجراء المسحات والتحاليل، بالتالي حتى يجنب الأطفال ويجنب كبار السن من الإصابة اللي هم بمحيطه. طبعا هاي احنا الشيء نتمناه، يعني من كل شخص يحس بالأعراض، السخونة أو النحول، مثل ما تقول انا شلون يعني صرت قريب عليهم واعرف نعم. هاي الامور كلها، او الضيق، يعني يقدر لو يحجر نفسه لو يروح المستشفى يسوي مسحه، ها يعني على مود تبين، ويعني اكثر شيء قبل يعني يحجر نفسه احسن، وياخذ يعني مثل ما تقول العلاج اللي يستخدمونه بالمستشفى يعطونه اياه بالبيت، يعني نفس الشيء، يعني متاح المستشفى ما يبخل على المريض حتى اذا كان حاجره ببيته. اي هو العلاج موجود بالصيدليات، انت مثل ما تعرف احنا اليوم ويا وزاره الصحه هي كلها يعني يعطون، انا حسب ما عرفته يعني يعطون علاج واحد كل المستشفيات، يعني ما يعني مرخص، يعني احنا جبناه على طار الاوبر مال الكابتن، اكو بعض الاشخاص اللي يتحدثون لو مطين الاوبر للكابتن ولو هاي اللي جو بالدقيقة 90 تدخلوا، نعم يعني اكو بعض الاشخاص اي بالوقت الضاع بالوقت الضائع اللي نعم. تدخلوا خير شيء، يعني قاموا طلعت تصريحاتهم هسه يحجون وهاي. وانت ذكرت معلومة جدا مهمة انه الكابتن منح جرعتين من البلازما، جرعتين من في حين ان الشخص الاعتيادي المصاب جرعة واحدة، جرعة واحدة ويشفى نعم. اي يعني اقول لهم هذا الحكي ما يستوجب، يعني الكابتن بعد راح الدار حقه، نعم ويعني اللي يريد خلي يقرا له سوره الفاتحه بس ان شاء الله، يظل يقول اوبر ما اوبر، هي هاي اصلا الاوبر اللي جاي يحكون عليه هسه، ها هاي الاوبر اصلا مو مرخصه من وزاره الصحه، ربما تضعف المناعة وما يعرفونها، يعني يعطونها تجربة يجربون بها الشخص، وبالتالي هذا لا يجوز. إذن ينضم معنا الآن عبر الهاتف الكابتن طه عبد حلاته رئيس نادي التاجي. مرحبا بك كابتن ابو سيف، والحمد لله على سلامتكم جميعا برفقه الكابتن يونس محمود والكابتن شرار حيدر. الله يسلمك استاذ عدي، تحياتي لك وكل مشاهديك الكرام،
صراحة أقلقنا خبر الملامسة وربما تتعرضون للفيروس اللعين، لكن بقدر القلق اللي تعرضنا له خلال اليومين الماضيين، الخبر هذا اليوم واللي تسرب يوم أمس بصراحة أثلج صدورنا، ونتمنى لكم الصحة والعافية. بدورك كابتن، احنا دا نتحدث عن التوعية للسادة المشاهدين وجميع المواطنين العراقيين، كيف حسيت موضوع انه تروح تجري مسحة او تحاليل في المستشفيات الحكومية في سبيل التأكد من سلامتك وخلوك من هذا الفيروس؟ انت تعرف استاذ يعني وكل اخواننا المشاهدين، مسألة هاي الجائحة هي هجمة شرسة يعني نعم. حقيقة على البشرية كلها، فلذلك احنا من خلال شاشتكم يعني يجب ان يكون توعية للمواطنين انه هناك يجب ان تكون وقاية، لان العلاج حاليا ما موجود. اذا نعم. بالدرجة الاولى شنو هو الوقاية؟ نعم. فلذلك وهي الوقاية خير من العلاج. من شروط الوقاية هي اولا تتبع كل ما يصدر عن خلية الأزمة وكل التوجيهات الصحية اللي تفضلت بها كل يعني المصادر اللي الطالب بأولا لبس الكمامة الكفوف، هذا واحد. ثانيا أنت تعرف يجب أن يكون هناك كل واحد يكون له فحوصات ومسحة حتى يكفينا شر هذا المرض. احنا بالعسكر دائما قد ما تكون هناك معركة نعم. دائما تلقى الضابط أو الجندي يلبس الخوذة ويلبس الدرع الواقي نعم. في المعركة، حتى هذا جزء من الحل البسيط حتى يتوقع من الشر نعم. او بعض يعني تجي شظايا او لا سامح الله قصص هذه في المعارك نعم. اذا نحن في معركه مع جرثومه على البشريه، فمن شروط التوعيه ومن شروط الصحيه اللي مطلوبه من عندنا نعم. هو ان يعني انه نتجنب التجمعات وكذلك ايضا المخالطه واخذ المسحه لكل المواطنين، يجب على كل مواطن ان ياخذ مسحه، واولا حتى تعرف هو عنده عائله وعنده نعم. اصدقاء وعنده قد يكون موظف في مكان معين نعم. فلذلك يتطلب الحذر، وهذه المسحه انخذت يعني بصراحه كان نعم مع الكابتن يونس محمود نعم. والاخ شرار حيدر. كابتن ايش قد طولت موضوع انه من اخذت المسحه الى ان صدر التقرير الطبي بها؟ الكابتن يونس محمود تعرف يعني نجم من نجوم العراق والعرب وآسيا نعم. وتعرف أنت هذا النجم يجب أن يكون رعاية خاصة صراحة يعني نعم. هو الكل عزيزين على هذا والكل أعزاء نعم. أنت تعرف فمن خلال حضوره من يحضر إلى أي مكان التجمع يصير عليه يعني صدق يعني من راد يروح لإحدى المستشفيات التجمع صار عليه عشرات، لكن ركب السيارة ورجع قال صعبة، قد يكون هناك أحد الأشخاص لا سمح الله يقول ايضا بالضبط الجماهير تحب الكابتن وربما تتجمهر عليه وبالتالي قد يكون الجانب سلبي. هذا اللي صار نعم. فلذلك طلبنا من الجهات ذات العلاقه انه يعني لو بشكل خاص انه فعلا قريبا على احدى المستشفيات، وكان تدخل ايضا للسيد وزير الشباب والرياضه مشكور نعم عدنان برجان نعم في هذا الخصوص، وبالفعل تم اخذ العينات والمسحه من الجميع، وتعرف احنا مو بس واحد اخذنا ايضا حتى حمايتنا وسواقنا لانه هاي ايضا للوقايه، ولذلك نحمد الله ونشكره ظهرت يوم امس وكانت الحمد لله والشكر سالمه. نعم ان شاء الله كل الصحه والعافيه لك والكابتن شرار والكابتن يونس والكابتن احمد اللي تعرض الى ايضا الاصابه بهذا الفيروس اللعين، واللي دكتور موفق عبد الوهاب قبل قليل طبعا نوه الى موضوع انه تفقد السيد وزير الشباب والرياضه للكابتن احمد راضي عبر الهاتف، واوضح لنا بانه الحاله مستقره وصحته تتحسن بصوره تدريجيه، نتمنى يغادر المستشفى باقرب وقت وهو سالما معافى. الكابتن طه عبد حلاته رئيس نادي التاجي كنت معي عبر الهاتف، اشكرك الشكر الجزيل، شكرا جزيلا لحضرتك. نعم مصطفى، يعني لاحظ
الكابتن يونس محمود بكل شعبيته، وبالتالي تعرض الى ملامسه مع الكابتن احمد راضي، لكن لله الحمد اصبحت النتائج سلبيه، يعني بدا المسحه خاليه من فيروس كورونا، لكن يعني لله الحمد لو تعرض الكابتن الشرار او الكابتن طه او الكابتن يونس ربما تكون هذه خساره كبيره طبعاً على صعيد الرياضه. طبعا احنا مثل ما تعرف احنا لحد الان مصدوم.